منى لا تمسكني. منى سمعيني، خل افهمك بس، خل افهمك. بيبي قاعد تسمعيني ولا لا حبيبتي؟ بطل الباب. لا إرادة ترد على حد، لا إرادة تطلع، لا إرادة تاكل، لا إرادة تسوي شيء. حاجيك اختك فيها شيء؟ ولين ولين يما، بلشنا وسواس صح؟ حياتي ما فينا شيء. سامحيني، الله يخليك سامحيني. منى حبيبتي اللي رافشتيها وسافرتي معاها وعزيتوا بعض وحبيتوا بعض، أبوي عشرة صار بينكم روحات وردات، آخر شي تطلع ورد اللي انت تحبينه. بالعافيه. الله يعافيك. شنو انت مداومه؟ باخذه عرض اليوم. متاكده صرتي احسن؟ محمد ايش فيك؟ قلت لك امس ما فيني شيء. زين، مشكلتك مع الابله اللي معاك في المدرسه شلون بتحليها؟ لا تحاتي، سوالف حريم. انت زعل اليوم تراضى باكر. والله انا اللي قعدت حاتي واخرتها طلعت هوشه حريم. مو هذه مشكلتك، شايل هم الدنيا كلها على راسك. اكل اكل. لولو ماما يلا خلصي بسرعه عشان خالك ما يتاخر. يما مو انت راح توديني المدرسه؟ لا ماما، خالك بيوديك. يلا لولو قومي لا تاخر. يلا يلا بابا. اوكي تمشي شيء؟ سلامتك. يلا يلا يلا، دير بالكم بالطريق ان شاء الله. ها عسى ما شاء الله، بس ما جيتي. والله وايد كنت تعبانة. لا ما تشوفين شر ان شاء الله، عاد توقعت تكونين موجودة، مو انت اللي متحمسة حق الدورة اكثر مني. مو بيدي، غصبا عني. ان شاء الله ما يكون طافني شيء. لا يعني مو وايد، بس لا تحاتين انا مسجل كل شيء، اذا تبين اسلفك النوت حاضر. ذكرتني بايام الكلية. كنا بيبلشون يلا. يلا. اي يلا. يلا تفضل. الو الو، هلا بيبي، صباح الخير يما. هلا يما، صباح النور. اقول بيبي، انت سالفتك ويا اختك بدور فيكم شيء؟ اي سالفه يما؟ ماكو شيء. عشان امسيت عندي عادي، قعدت عندي سولفنا شوي ومشت. ما ادري، انا حاسه ان في شيء قلبي ناغزني يما.
حبيبتي صدقيني ماكو شيء. لا تقعدين تحاتين تشغلين بالك فينا. زين عيل ليش ما داومتي اليوم؟ تعبانه شوي وقلت بريح بالبيت عادي. يعني ما تشوفين شر يمه؟ بس انتي متاكده انه بس هذا الشيء؟ ماكو شيء ثاني؟ يمه صدقيني ماكو شيء، واذا كان في شيء انتي اول وحده بتعرفين. حياتي انتي لا تحاتين. يلا حبيبتي مع السلامه. مع السلامه. ما رديتي نمتي؟ لا ما نمت، فزيت أنا من نفس ما أرجع اليوم. الفترة صار كلها تفزز، يبي لي قاعدة. لو رايح الدوام مو أحسن لك؟ تكفين دوام، ناقصة أنا بعد حكي. تعرفين عيون الناس ترى ما يرحمون، ما لي خلق أروح وأفتح مواضيع معاهم وشنو صار وش تسوي. ما أحب، خلوا هذا إحدى بعدين لاحكي على الدوام. هي معودة على قولتك، أهم شيء إن بنتك راحت المدرسة. إيه راحت الحمد لله. الحمد لله. حبيبتي منى لازم تسمعين مني السالفة كاملة قبل لا تحكمين علي، علشان العشرة اللي بيننا لازم تعطيني فرصة، والفرصة هذه من حقي أطلبها كصديقتك وأختك. أبي أشوفك، تكفين لا ترديني، أرجوك سمعي اللي عندي. أعطيني فرصة أنت فاهم، أعطيني فرصة بس أقول اللي عندي. سمعيني حبيبتي، لا تخلينا نهدم كل اللي بيننا. احنا بيننا يا اهل لا يضيع مستقبلها بسبتنا. منى والله احنا اكبر من كذي. خلني قاعد تكلميني انت فاهم، قولي كل اللي بقلبك بسمعك. عشاني، عشان العشره اللي بيننا منى. مسجات منا انهم اثنينهم شنو يتسوون؟ أنا من حقي إنك تسمعيني، أتمنى إنك تردين علي ما تطنشين.
قدي قدي. توقعتك بتشوفيني بروحي. ما انتوا غريبين عن بعض، عادي بينكم انا ثلاثتنا ماكو احد غريب. ذيكم طلبتوا تشوفوني انا كل واحد بقلبه كلام، بس معكم اعطوني عذر واحد انتوا الاثنين. ليش كسرتوني؟ ليش؟ مش مهندس ليش؟ مهندس بدر شو قصرت معك فيه؟ عطني شيء واحد أنا قصرت معك فيه. بيتك؟ شغلك؟ لك انا عز جناينكم جدميني على الكل، رافعه راسك ما ينقصني شيء. انت يا ما احتجت انا فتحت مكتبك، انا اخذت لك قرض. لا تسكتني منى. منى لا تسكتني. لا تسكتني منى. منى اللي احب الشيء اكثر، ابي اكثر من اللي احب. لا تسكتني اكثر اللي احبك. انت كنت واحد مهزوز، طارديينك من شغلك، اتستر عليك، اتستر على عيوبك. اروح اخذني قرض واحط الديون على ظهري عشان شنو؟ عشان بس يصير لك كيان، بس عشان ارزك. انا سويتك، انا رزيتك قدام اهلك وقدام اهلي منى وقدام الناس وقدام ربعك. بشنو جازيتني؟ بشنو؟ بعدي منى، هذه رفيجتي، هذه رفيجتي. عديتك اخت، انت عديتك اخت. خاويني وخاويك واخذ ريلك واخليك. ايش سويت ريان؟ رزيته؟ خليت لك عيال؟ خذيه ذهب. ما كنت ادري والله العظيم ورسمتي، ما كنت ادري. هو اللي يدري، هو اللي لعب علينا احنا البنتين. شوفي شوفي ساكت ومتملعب. قول لها ولا ايش بتقول؟ لانك خسيس وسافل ومو ريان. حشمي عمرك، حشمي عمرك بيبي، ما له داعي نغلط على بعض. حشمي عمرك. بتغلط بعد؟ دلك وايد غلط. قول لها حلفتك ورسمتك. قول لها، قول لها ايش قلت لي. هو لعب علينا احنا الثنتين. قول لها ايش قلت لي بدر. قول لها ايش قلت لي. قال لي انه بطلق وما عنده عيال. تدري ايش قال لي بعد؟ قال لي انه بيتزوجني. الاخ مخطط انه يخطبني وياخذني ويمنج علي، وانا وانت يا غافلين لكم الله. متزوج من منو؟ رفيجتي، رفيجتي اللي سندتني وشالتني. وانا والله ما كنت ادري. كم لي اسمعك، كم لي رفيجتي اللي شالتني من سابع قاع بالارض كنتي تسوين فلس. شفت هذه؟ قالت لك قصتها ولا لا؟ هذه زوجها، طليقها، طليقها خذ عليها عز ربعها، ده عقدة. قاعد تسوي فيني نفس الشيء. أنا بس أبغى أعرف شيء واحد، بس فهميني شيء واحد. الإنسان المجروح يقدر يجرح بنفس الجرح؟ حطيتيني بنفس الألم، تقدرين؟ الألم اللي أنا شلتك منه، الجرح اللي أنا عالجتك منه، ترتي نفسه سويتكم اثنينكم سويتكم. تكفين سمعيني، والله العظيم قاعد احلف لك وراس بنتي ما كنت ادري، ولو كنت ادري صدقيني ما كنت راح اسويها، اموت ولا اسويها. تكفين. لا تمسكين ايدي، سمعيني، لا دوام ولا بيت ولا بشوفك بمكان، ما الاقيك. انا بيتي تعذرك، تسمعني انت؟ اذا عبالك انا بطوف السالفه ماني بطوفتها. هذا اللي تشوفينه حقي. تكلم اذا في خير. هذا ملكي انا، ولا يقدر يتكلم ولا بنت تقدر تاخذه مني ولا الخلقة التي تاخذه مني. ويلا دفي برا، يلا قومي طلعي برا بيتي برا. هنا اللي قاعد تسوينه غلط. ولا كلمة، ولا كلمة. تبي تلحقها باكر قد طلاقي توصلني،
والله مربطك بالمحاكم، اخذ كل حقوقي من عينك. يلا وراها. قوة بدور. هلا فهد. أقدر أكلمك شوي؟ بس أنا قاعد أسولف مع البنت. بس شوي. عندك بس شوي ويلك. ممكن أعرف إيش فيك؟ صارت فترة متغيرة؟ ما فيني شيء مو متغيرة، بس كنا بالشاليه وامتحانات ولايتي لويا، ما عندي وقت كلش. صح. تفهميني يوم كنتي تصورين سنابات وأنتي مستانسة وتضحكين. ما كنتي تشوفين مسجاتي بالواتساب ولا بالدايركت مسج بالسناب، صح؟ فهد انت ايش قاعد تقول؟ ما ينفع هالكلام بالجامعه. ها متى وقت عايل؟ عند بيتكم ولا يخطبك والله؟ انت ايش فيك؟ ايش قاعد تقول؟ شنو خطبك وايش قاعد تقول؟ ترى كلش مو وقت، احنا فاينل. وقت الوردتين اللي على السياره، وقت الحبيب الجديد اللي في راسك بوردتين، وصرت انا خلاص الحبيب القديم. لحظه، انت مو قلت لي ان انت اللي قاعد تحط الورد؟ كذبت. كذبت زين؟ كذبت عشان بشوف ردة فعلك. بس شكلي استدينه منه. والله العظيم لو أصيده لعب في سويها قدامك. أنا مو لعبة عندك. ألو؟ ألو؟ لا بدور. ايش فيك؟ فيك شيء؟ انا بالمستوصف. تحكي فيك شيء؟ تبين عيلك؟ لا بس تعبانه شوي وياي اشوف الدكتور وارجع البيت. هي باي عيت لك عيت لك. يلا باي. باي. بيبي؟ هلا خالتي، شلونك شخبارك؟ الحمد لله يما، انت شلونك شخبارك؟ امك شلونها؟ اهلك؟ الحمد لله كلهم بخير. عسى ما شر للشاي المستوصف. شر ما يجي يما، ايش عندي غير هالضغط؟ يا صاعد يا نازل من الحرات اللي اللهم يا كافي اللي ورا بعض. سلامتك ما تشوفي شر. الحره حره من منو؟ من منا بعد؟ الله يسامحه. هد الزين وبنت الأصل والحمايل، وخذ شنت الحلايل اللي لا جمال ولا سنع، ما غير 24 ساعة تصور عمرها بهالتليفون. والله ما أعرف قدرت شيء. ايش أقول؟ ما علي يما، شكلك تعبانة وأنا طولت عليك لا يروح عليك الدور. سلمي على أمك وايد وايد، والله لولا الفشيلة كانيت وزرتها ولهت عليها. بس ما علي، الله يسامح اللي فرقنا. ما تشوفين شر يا بنيتي. يلا مع السلامة. السلامة.
وخر يدك، لا تمسك يدي، بس حط في بالك أنا رديت البيت لأن هذا البيت بيتي. الأمور ما راح ترجع مثل ما كانت، مستحيل. هذيك اللي تعرفها ماتت انتهت، غصب عليك تحترمني وتحط لي قدر، ما لك أي وجود. يلا منى، منى أنا رأيي لك ما له داعي تعامليني كذي. أدري إن أنت ملكي، وأدري كل شيء هني ملكي والبيت ملكي، بس أنت اللي نسيت، أنا مو ناسية شيء. أنت اللي غلطت بحقي، أنا ما غلطت بحقك، ولا بتهلي مفتوح أقدر أرد أي وقت أبي. عيال مو متزوج ولا عندك عيال كذي تقول لها؟ كنت ناوي تتزوجها؟ يعني حبك نظيف، والله تعرف تحب نظافة بعد. عجت تسلم يدك على هالطبخة يمه. ألف عافية. هذا أنتوا يا يمه تطلعون من الصبح على لحم بطنكم، ما غير تشربون بهالقهوة. ما أدش هالهبة هذه اللي هابين فيها الشباب، اللي عرف بالقهوة واللي ما عرف صار يشربها. شفيت يمه هذه الهبة الجديدة، كل واحد صار عنده بيستين بطل له كافيه، وكل واحد يقول قهوتي أحلى من الثانية. والله ما عندهم سالفة، قال عندك تاكل قال لا، عندك تغرم قال إيه. هذا اللي حاصل بعد. ما علينا، إلا قول من شفت اليوم بالمستوصف. منو؟ مرت أخوك شيماء. لا تخسي، مرت الأولية بيبي. يمه بيبي طليقته، ولا تقولين قدامهم كذي، ترى مو حلوة يمه. والله دامه هي بنته يعني مرته. لا يمه غلطة، هي طليقته. وبعدين ما يصير يا يمه كل ما جت البنت قطيتي عليها حكي وشعمتيها، ترى هم مو حلوة، هم هي بنت ناس. والله لو هي بنت ناس وتعرف الأصول كان ما أخذت الريال من مرته، بس ما يسوي كذي الا الهيلق. خلاص يمه بعد الحين الزواج علني وبيبي تيسرت، والله يوفقها. والله ما حد كاسر خاطر غير هالبيبي المسيكينة. الله يرزقها بولد الحلال اللي عرف قيمتها ويحطها بعيونه. يعني يا يمه لو واحد يبي نفس مواصفات بيبي واخلاقها تشجعينه؟ اكيد يا يمه، كان زين تلاقي بمواصفاتها ادب واخلاق. يلا خلاص يمه، يلا شدي حيلك ودوري لي واحدة حوالينها، رفيجتها، بنت خالتها، أختها. حلو الشاي. خطاك السوي يا بنتي. ارتاحي أمي، ارتاحي حبيبش. بس حبيبتي بس، إن شاء الله راح تنسينا. ربك علي، ابكي على حظي. بسم الله عليك، ايش في حظك؟ انت كلمتيها؟ صج؟ ايش قالت؟ مو بصدقتني، ما عاد صدقتنا، ما تبيني خلاص. هي اكيد
أكيد عشان تطلعش من حياتهم. بس هي لو ذكية كان عرفت إن اللي يخون مرة راح يخون ألف مرة. بس عمري انتي بس. هلا يمه. هلا حبيبتي. إيه لولو حاضر أمر أخذها أنا، بس وين بيبي؟ لا والله. يلا يلا أنا كان يا 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 يلا. شنو صاير؟ بيبي أختي تعبانة شوية. واي سلامتها ما تشوف شر. شر ما إيش؟ لا لا تحاتي ماك شيء، بس بعد إذنك أنا بمر أخذ منتها من المدرسة. تبين شيء؟ أبي سلامتك. يلا على إذنك. الله معك. تدين ان كل الموظفين قاعد يتحجون وانا مكلمتك ألف مره وقايلتك اللي قاعد تسوين غلط بس ما تسمعين الكلام. انا كم مره لازم اقول لك ان انا ومحمد ما في بيننا شيء، احنا زملاء عمل بس، واذا انتوا تفكيركم غلط فهذه مشكلتكم مو مشكلتي. على اذنك انا لازم امشي. صاير؟ ما أدري، حاسة إن بيبي فيها شيء. ما فيها إلا العافية. لا، قلبي مو مطمن، أحس في شيء، يعني مو سالفة تعب ولا دلع. تقين، إيش فيها بالضبط؟ ما أدري، بس أكيد أكيد في قلبها كلام مو راضية تقوله. بنتي وأنا أعرفها طالع علي، ما تطلع اللي بقلبها. صراحة أنا وضعها مو عاجبني. أنا برجع أكلمها عن الريال اللي نشدك عنها. أنت مو تقول الريال شاريها ويبيها وناطر موافقة؟ يا عدل خلاص، أنا برجع أكلمها وبحاول أقنعها، لأن بصراحة وضعها مو عاجبني، لازم تتزوج. غلطانة هجورة عيبتش تواسينها ولا تقذينها؟ قعدتش معرفتش المفروض تكون بروحكم، ما معاكم أحد، خاصة أهو أهو بالذات المفروض ما يكون معاكم. أنتي تدرين رفيتش شنو سوت؟ رفيتش وايد ذكية، يابتش ويابتها وما عطتكم مجال تتكلمون، وهي قطت كل اللي بشبدها. تشنكم يا هال بمدرسة معقبتكم. ترى كلام هجور صح، رفيشتش ظالمة وما انصفتش. أوكي رايلها غلط والغلط راكبة من ساسة الراسة والمفروض ما يتكلم ولا كلمة، بس هي ليش قاعد تعاملك جنش انتي قاعد تلحقينه من مكان لمكان؟ ما جنش انتي ما تدرين أصلاً انه هو رايلها؟ تبين نصيحتي؟ دقي عليها ولا قولش لا، دزي لها المسج قولي لها بشوفك بروحك. يا جماعة المرة طردتني من بيتها ومن حياتها، ايش قاعد تقولون انتو؟ بيبي انتي تحبينها؟ تعزينها؟ عيل من حقك انك انت تقعدين معاها وتقولين كل اللي بقلبك؟ مو هني السؤال، السؤال انت للحين تحبينها؟ ماشية؟ اي رد البيت. شلون بيبي؟ الحمد لله احسن. في ايش عندها ترد بيتها؟ ما ادري والله، روح اسالها. خوش. محمد. هلا. لا ولا شيء. ايش
Mr. Van Houten, I'm a good person, but a shitty writer. You're a shitty person, but a good writer. I think we'd make a good team. Jakey. شوفي الواتساب والبرامج اللي نزلتها، شوفي كل شيء عشان ترتاحين، عشان ما تقولين اخذت موبايل جديد وخط جديد ورجعت كل شيء بالاي كلاود. برامج؟ اي برامج. خايف من الحكم؟ شو احكم عليك؟ هذا بعدين مع الوقت، اذا ما ردت حليمه لعادتها. منى حبيبتي، منى بعد عمري انت، لمتى بنتم على هالحالة؟ هالحالة؟ هي هالحالة ما هذه منى اللي انا اعرفها، هذه منى؟ منى قاعد تكلمني وما لها خلق لكم، ما لها خلق تسولف معي، هذا مو انت، ما لك خلقي؟ منى ما لها خلقي؟ هذا حجي بالذمة. مثل ما انت كنت تتكلمها من وراي ومالك خلقي. منى، منى، نقل؟ اي نعم، ويا ريت توافقين عليه. كذي فجأة؟ ما اظن ان الموضوع مفاجئ، يعني اعتقد الكل يدري ان انا بنقل مكان ثاني. اي بس خلافات الشخصية مع مدرسة ما توصل للنقل. انت ركزي على شغلك، واي احد يتمادى معاك توقفينه عند حده. استاذة انا ما راح اتحمل اقعد مدة اطول هني، ابي اشتغل وانا مرتاحة من غير توتر. صدقيني نظرات المدرسات والبنات راح تتعبني. اعتقد ان قعدتي هني مو من مصلحتي، حتى لو قعدت سنة سنتين الكل ما راح ينسى اللي صار لي.